وفي العام 68-900 تمكن أبو غالب بن حميدان كما عدة مئات من المغاربة من الحصول على عقدة للعمل في جبل طارق، الصخرة التي تطالب بها إسبانيا تحت الحكم البريطاني منذ قرون. في تلك الفترة كان التوتر بين إسبانيا التي كانت تحت حكم الجنرال فرانكو وبريطانيا قد بلغ مداه. ذاك شأن لا يعني بوغالب في شيء، ما يهمه أن يحصل على أجرته منتصف الشهر وآخرة، يسميها العمال الكنزة. كان بوغالب كما عمال كثيرون ينحدر من شمال المغرب، ولد وترعرع في القصر الكبير. إلمامه بالإسبانية كانت له قوة الحسم في ظفره بعقدة العمل في جبل طارق. زمنها كان الأجر يغري، ولم يكن أي من أولئك العمال يطمح إلى استخدام الزوجة أو الأولاد إلى الصخرة. قوانين السلطات البريطانية هناك صارمة، بل إن المجال لم يكن يتيح إمكانية حقيقية لاستقرار أولئك المهاجرين برفقة عائلاتهم. يعتبر بوغالب نفسه محظوظا، لم يكن يقولها صراحة، ولكن رفقة المبنى حيث يكتري سريرا كانوا يقولونها بنبرة لا تخلو في بعض الأحيان من نظرة حاسدة. فقد كان يعمل بستانيا في ثكنة للجيش في أعلى الجبل. الذين يجيدون الحساب يهمس بعضهم لبعض بأن بوغالب بما أنه يأكل من مطبخ الجيش البريطاني وأحيانا يمنح لباسا وأحذية، فإنه يستطيع أن يوفر من كنزته مبالغ محترمة. كذلك كانوا يظنون، وكذلك نشأت في ذلك المبنى تنافرات ترفض أن تبوح باسمها، وحسد وغيرة، لعله ضيق المكان. كان المعبر، معبر لالينيا المفضي إلى إسبانيا، مغلقا. كانت الرحلات البحرية السريعة من جبل طارق إلى طنجة في الاتجاهين متوفرة بشكل يومي، وعدة أيام في الأسبوع كانت تتوفر رحلات جوية من الصخرة إلى مطار بوخالف، كذلك كان اسم مطار طنجة في تلك الحقبة. الجار المباشر لبوغالب في ذلك المبنى الموروث عن الجيش البريطاني وحيث تصطف الأسرة شاب من طنجة اسمه البشير بوطلعة، وقد وجد عملا في ورشة للنجارة الخشبية، كان مساعد نجار، وكان يستفيد بانتظام من عطلة أسبوعية تبدأ منتصف نهار السبت وتستمر حتى مساء الأحد، وغالبا ما كان يمضي نهايات الأسبوع تلك في ورشة صديق له نجار من سكان جبل طارق يدعى خيمي، حيث يعملان لحسابهما الخاص يصلحان الأثاث ويصنعانه بأثمنة لا تطالها منافسة. كانا معا يشتغلان في معمل النجارة الكبير الذي كان يصدر ما ينتجه إلى جهات مختلفة في بريطانيا. وكذلك استطاع البشير أن يجمع مبلغا من المال محترما، كانت أمه تلح عليه في الزواج، وكان يتهرب بإصرار، وحين كان الضغط يشتد عليه كان يغيب عن طنجة شهورا طويلة. أعجب بوغالب بالشاب الطنجاوي، فعمد بدوره إلى الاشتغال لحسابه الخاص أيام عطل نهاية الأسبوع. وكانت في لائحة زبائنه امرأة شابة جبل طارقية، لعلها كانت في مستهل العقد الخامس من العمر، وكانت لديها في سكنها حديقة صغيرة ملئت نباتات مزهرة من أصناف شتى. لما تعودت على مجيئه صارت تأنس إليه وتقترب حين كان يشذب تلك النباتات ويرتبها ترتيبا بديعا. صارت تأتيه بالقهوة إلى حيث كان يعمل، ثم دعته مرة إلى الداخل. تطورت العلاقة بين بوغالب وتيريسا كذلك اسمها إلى علاقة غرامية، ومع مرور الوقت لم يعد بوغالب يأتي إلى سريره. احتاجت تيريسا نجارا يصلح لها بعض الأثاث، ومع أن بوغالب لم يقم علاقة تستحق أن توصف بالصداقة مع البشير، فإنه جاء إليه يعرض عليه أن يقوم بتلك المهمة. لم يكن هناك ما يمنعه من الاستجابة. مضى مع بوغالب إلى منزل تلك المرأة، كانت ذات قامة دون المتوسطة، ولكنها كانت ذات وجه مليح، كلما ابتسمت ظهرت في فمها أسنان بيضاء لم يمسسها اعوجاج. استقبلت البشير بابتسامتها البديعة تلك وتقدمته إلى غرفة نومها. ظل بوغالب خلفهما يتابع ما يجري.
كان البشير كما أبو غالب يتقنان الإسبانية، وكان ذلك ما يميزهما عن كثير من العمال. كانت السيدة تيريسا ترغب في تغليف مصطبة في عمق غرفة النوم بالخشب، وفي جانب آخر من البيت في الصالون أرادت استحداث مكان تملأه زهورا ويكون بمثابة حديقة داخلية. لم تكن مهمة مستحيلة. سجل البشير المقاسات واتفق مع السيدة الجبل طارقية على أن يعود إليها بعد يومين ليقدم لها تقديراته لكلفة ما سيقوم به. كانت المرأة ذات غنى تشي به تلك اللمسات الأرستقراطية التي تتبدى من سلوكها ومن خلال علاقاتها الاجتماعية في الصخرة. في النهاية ليس ذاك ما يهم البشير، ما يهمه أن يقوم بالعمل المطلوب وأن يحصل لقاءه على أجر معقول. وقد قرر أن يجتهد وأن يقدم للسيدة تيريسا نموذجين على الأقل مما يمكن تطبيقه في غرفة النوم والصالون. في اليوم الموعود وقبل أن يقصد بيت السيدة تيريسا حرص على إخطارها هاتفيا بالساعة التي سيحضر فيها إلى بيتها. لاحقا سيفهم أن تصرفه ذاك أعجب السيدة. قالت لصديقها أبو غالب إن الشاب البشير رجل لبق ويعرف كيف يتعامل مع الآخرين. لعل أبو غالب لم يعطي كلامها كبير اهتمام، لم يكن في الأمر ما يدفع إلى تأويل أو تفسير. مرت 10 أيام. احترم البشير الموعد الذي اتفق عليه مع السيدة تيريسا، وجاء يحمل مكونات الديكور الذي سيضعه في غرفة النوم. كان قد اتفق على أن يبدأ بتغليف تلك المصطبة وإعطائها شكلا يجعلها تنسجم تماما مع أثاث الغرفة. ما كان لفت انتباهه منذ اليوم الأول أن تلك المصطبة التي يفوق ارتفاعها 30 سنتيمترا عن مستوى أرضية الغرفة لم يكن يظهر لها من مبرر. ذاك شأن لا يعنيه. حرص البشير على أن يغلف واجهة تلك المصطبة بخشب الأرز المنقوش. استرسلت الأشكال 8 الأضلاع المتداخلة عبر صفحة خشب الواجهة مانحة الناظر إليه، رحلة في خطوط وتداخلات لا تنتهي وتمضي في كل اتجاه تمضي فيه العين. الخشب الذي غطى الجانبين كان أملس، لما طلي بالبرنيز اكتسب لمعانا أضفى عليه المزيد من الجمال. في الصالون ركب البشير أضلاع صندوق خشبي كبير قارب طوله 2 متر وعرضه زاد قليلا عن المتر، وقد اختارت السيدة تيريسا أن يكون عمقه 80 سنتيمترا. على واجهاته الداخلية ألصقت أوراق معدنية مقاومة للصدأ والتسربات. يعلم أن السيدة تيريسا ستأتي بعد أيام بتراب تزرعه أزهارا، هي قالت له ذلك. بنهاية ذلك اليوم، وكان يوم أحد، أنهى البشير الأشغال التي طلب منه القيام بها. طلبت منه ربة البيت أن يعود في اليوم التالي ليتسلم شيكا بالمبلغ المتفق عليه. لم ير في الأمر ما يدفعه إلى القلق، السيدة أبانت عن جديتها. مساء الاثنين جاء البشير بطلعة إلى منزل السيدة تيريسا كما طلبت منه. قرع الجرس، انتظر 4 دقائق ثم قرعه من جديد، ولكنه لم يتلق جوابا. مضى إلى كشك للهاتف وركب رقم منزل السيدة تيريسا، لا أحد يرد. لما عاد مرة أخرى لاحظ على عتبة الباب بقايا تراب أسود. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب. السيدة تيريسا استخدمت التراب لملء الصندوق الخشبي الذي ركبه في الصالون قبل أن تزرعه وردا. مر الوقت سريعا، لاحظ البشير أن أنوار منزل السيدة تيريسا ظلت مطفأة. قرر أن يذهب إلى حال سبيله على أن يعود في الغد بعد أن يتصل بها هاتفيا. تفطن البشير إلى أن أبو غالب نفسه غاب في ذلك اليوم، ولكنه مضى يفكر في أشياء أخرى. آوى إلى سريره واسترخى، ثم ما لبث أن نام. لما التحق في الصباح بمقر عمله في معمل النجارة جاء أحدهم من الإدارة يطلبه. قال له إن المدير يريد مقابلته. لم يخف اندهاشه، فلم يتعود أن يدعى إلى الإدارة التي لا يمر بها إلا لتسلم أجره نصف الشهر الكنزة. حاول أن يجد في ذهنه
ما قد يكون مبررا لتلك الدعوة، ولكنه لم يجد شيئا. قرر الاستجابة دون ما إبطاء، فدلف إلى مكتب المدير. توجه البشير بطلعة إلى مكتب المدير، كان يوجد في الطابق العلوي لمعمل النجارة حيث يشتغل. وهو في الطريق انتابه إحساس غريب، لم يكن يذهب إلى مكاتب الإدارة سوى مرتين في الشهر ليقبض أجرته، مرة في وسط الشهر وثانية في آخره. كان يود لو تبقى ذكراه الوحيدة مع الإدارة. تقدم من باب المدير، طرقه بلطف، وما لبث أن جاء صوت من الداخل تبينه، كان صوت المدير يأذن له بالدخول. ما أن فتح الباب حتى انتبه إلى أنه لم يكن بمفرده. في الكرسي المقابل لمكتبه جلس رجل أشقر لم يسبق للبشير أن رآه. نعم سيدي. رسم المدير على شفتيه ابتسامة مقتضبة، نظر جهة ضيفه وقال له: إنه البشير بطلعة سيدي. التفت إلى البشير وقال له: هذا العميد جيمس من الشرطة ويريد أن يسألك في قضايا تخصك. نظر إليه العميد وابتسم ابتسامة عريضة تمدد لها شارباه. في تلك اللحظة نهض المدير من كرسيه قائلا: سأترككما. شكرا لك، قال العميد جيمس قبل أن يلتفت من جديد إلى البشير. أظنك لا تعرف لما جئت في طلبك. لا سيدي، قال البشير، سأقول لك. أبدى الشاب المغربي اهتماما بمعرفة السر. سأله: هل تعرف بوغالب؟ بوغالب بن حميدان؟ وجد العميد جيمس صعوبة بادية في نطق الاسم. نعم أعرفه. ما الذي تعرفه عنه؟ في الحقيقة سيدي لا أعرف الكثير. هز العميد جيمس رأسه، أوحت إشارته إلى البشير بأنه ينتظر أن يقول له ما يعرفه عن بوغالب. قال الشاب القادم من طنجة: تعرفت عليه هنا في جبل طارق، قال إنه جاء من القصر الكبير. هذه أشياء نعرفها، أنا أريد أن أعرف منك أشياء أخرى. نعم سيدي. ابتلع البشير ريقه، أحس بانقباض في حلقه، ثم استأنف الحديث. كان سريره يجاور سريري، ولكنه لم يأوي إليه منذ مدة الآن. صار رفيقا للسيدة تيريسا، هي سيدة محترمة ارتبط بها بعد أن كان يأتي إلى منزلها للاعتناء بحديقتها. بدا العميد جيمس وهو يدقق النظر في وجه البشير وكأنه يحاول أن يرصد ما قد يفيد بأنه يكذب أو يريد إخفاء معلومة ما. وهل تعرف أنت السيدة تيريسا؟ نعم تعرفت عليها بواسطته. كيف ذلك سيد بوطلعة؟ منذ نحو أسبوعين جاءني بوغالب يطلب مني أن أنجز أشغال نجارة في بيت السيدة تيريسا. قلت منذ نحو أسبوعين؟ نعم سيدي. وما هي الأشغال التي قمت بها؟ هل أخبرك صاحبك بوغالب بطبيعتها؟ لا لم يحدثني عن ذلك. أمسك البشير قليلا عن الكلام، كان ينتظر أن يوجه إليه العميد جيمس سؤالا آخر، ولكن الرجل الأشقر ظل ينظر إليه بعينين فاحصتين. بدا وكأن ذهنه شارد، وكأنه يفكر في شيء آخر، ثم عاد: أكمل بشير. نعم سيدي. ذهبت معه إلى منزل السيدة تيريسا. يومها تعرفت عليها، دخلت معها غرفة نومها حيث أرتني مصطبة طلبت مني أن أغلفها بالخشب، ثم عادت بي إلى الصالون وطلبت مني أن أعد لها صندوقا خشبيا كبيرا، قالت إنها تريد أن تزرعه أزهارا ويكون حديقة صغيرة داخل الصالون. وهل أنجزت لها ما طلبت؟ نعم سيدي، ولكنها لم تدفع لي أتعابي حتى الآن. هل رفضت لأنك لم تقم بالأشغال كما ينبغي؟ لا 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 سيدي، كانت قد طلبت مني أن أعود إليها يوم الاثنين لتسلمني شيكا بالمبلغ المتفق عليه، ولما عدت قرعت جرس الباب عدة مرات ولكن لا أحد فتح الباب، حتى بوغالب اختفى. اتصلت برقم الهاتف المنزلي ولكن لا أحد رد علي،
هذا كل ما في الأمر. جيد بشير، أريد أن أسألك بضعة أسئلة أخرى. نعم سيدي. تلك المصطبة التي قمت بتغليفها في غرفة نوم السيدة تيريسا، هل كانت كبيرة؟ تبسم البشير بطلعة، كاد يضحك. ماذا هناك بشير؟ لا شيء سيدي، فقط حتى الآن وبعد أن قمت بتغليفها لم أجد في مخيلتي ما يفسر وجود تلك المصطبة في ذلك المكان. ولقد ذكرتني، عاوده الابتسام، ذكرتني بالكيفية التي تبنى بها القبور عندنا. لم يتمالك نفسه وضحك. اعذرني سيدي. ابتسم العميد جيمس ابتسامته العريضة وتمدد لها شارباه مرة أخرى، ثم قال: لقد كانت قبرا. أحس البشير بالدم يجمد في عروقه، ابتلع ريقه، امتقع لونه واصفر. نعم، استأنف العميد جيمس، في المصطبة رفات رجل. أنا لم أكن أعرف ما تحت تلك المصطبة، قال البشير، بدا لي أنها كانت هناك منذ زمن بعيد. في الحقيقة لم أسأل السيدة تيريسا التي كانت تكلمني بلطف. اكتفى العميد بابتسامة لم تحمل معنى محددا، ثم أضاف: الصندوق الذي صنعته ووضع في الصالون ليكون حديقة في الداخل، كما قلت، وجدت به جثة بوغالب. ذهل البشير: هل مات بوغالب؟ نعم مات. أدمعت عين البشير، بكى في صمت، نظر إليه العميد جيمس في صمت، ربت على كتفه وقال له: إذا احتجنا إلى إفاداتك سنعود إليك. كانت في حلقه غصة، هز رأسه موافقا. خرج العميد جيمس وتبعه البشير، أمضى بقية يومه حزينا. كانت صداقته مع بوغالب في بدايتها. استعرض أكثر من مرة شريط الاستجواب الذي أخضعه له العميد جيمس، ولاحظ أنه لم يأتي على ذكر مآل السيدة تيريسا. مرت 4 أيام، لم يعد العميد جيمس. خشي البشير أن يصير محل شكوك ولم يسأل عن جثة بوغالب. قيل له إن الجثث تنقل إلى المشرحة لفحصها وتشريحها إن دعت الضرورة إلى ذلك، لمعرفة أسباب الوفاة. صباح السبت جاء صديقه خيمي بصحيفة محلية، في صفحاتها الداخلية تحت عنوان كبير: جثث في منزل تيريسا، مقال تضمن الكثير من التفاصيل حول الذي حدث قبل أسبوع في ذلك المنزل الجميل. كان خيمي يقرأ المقال بصوت مرتفع. بدأت القصة عندما رست على مكتب رئيس الشرطة رسالة بعث بها مجهول، وتزعم أن السيدة تيريسا رامون بيتر قتلت قبل 10 أعوام زوجها مانويل رامون، وإنها دفنت جثته في منزلها وادعت أنه مات غرقا ولم تظهر جثته. تردد رئيس الشرطة قبل أن يتحرك. كانت إفادات بعض جيران تيريسا قد حملت ما يدل على أنها كانت تقوم بأشغال في داخل البيت يساعدها عشيقها الجديد بوغالب، وقد أسند التحقيق حول صدق ما في تلك الرسالة مجهولة المصدر إلى العميد جيمس مايور الذي اضطر إلى اقتحام المنزل بعدما طرق الباب عدة مرات. لحظتها يضيف المقال: وقع على اكتشاف رهيب. من صندوق خشبي ملئ بتربة الحدائق كانت تطل أجزاء من جثة رجل ما لبث المحققون أن عرفوه. اسمه بوغالب بن حميدان، الرفيق الجديد لسيدة تيريسا التي لم يعثر لها على أثر في المنزل. وقد ظن المحققون أن الرسالة المجهولة قد تكون صادقة فيما حملته من أن البيت يأوي رفات مانويل رامون زوجها الذي ورثت عنه ذاك المنزل الجميل. وقد قادت أعمال التفتيش المحققين إلى مصطبة في غرفة نوم تيريسا، ما لبثوا أن اكتشفوا أنها قبر آوى رفات الهالك مانويل. لما توقف خيمي عن قراءة المقال قال البشير: لا شيء عن تيريسا. لا شيء، قال خيمي قبل أن يضيف: لعلهم يلاحقونها الآن. 2 شهر بعد تلك الاكتشافات الرهيبة عثر على تيريسا جثة هامدة، صعدت أعلى الجبل وشنقت نفسها بحبل متين ربطته إلى شجرة.
في جيب معطفها تركت رسالة بضع كلمات: قتلت بوغالب كما قتلت مانويل من قبله، عيناه صارتا تنظران إلى أخريات، السم الذي قتلت به مانويل جرعت منه بوغالب صاحب الأزهار الجميلة. لما سمح بنقل جثمان بوغالب إلى القصر الكبير رافقه البشير، وقد أقنعت عائلته بأنه قضى في حادثة شغل.